السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي. لاعب النادي الأهلي السابق هشام حنفي رئيس قطاع الناشئين امبارح أثار الجدل هشام حنفي. هشام حنفي بقاله فترة كده محدش كان يسمع عنه خالص، محدش كان يشوفه خالص. فجأة آخر 20 يوم له تصريحين من وجهة نظري إنهم غير موفقين. يعني نبتدي بالتصريح بتاع امبارح ده اللي اتكلم وقال لك إن هو في النادي الأهلي ووقت ما كان بيلعب في النادي الأهلي إن في مجموعة من اللاعبين في النادي الأهلي ما كانوش عايزينه معاهم، وكانوا بيقولوا للجماهير أو بيروحوا للجماهير يقولوا لهم انهم يشتموا هشام حنفي علشان يمشي من النادي. يعني والكلام اللي قالوا ده او اللي انا قلته لحضراتكم عن لسان هشام حنفي ده يفكرني بفيلم بتاع نور الشريف ده، غريب في بيتي شحات ابو كف، لما زمايله في الفريق سلطوا عليه هياتم عشان يدمروه خالص يطلعوه منه. فهشام حنفي من امتى لعيبه النادي الاهلي بتسلك هذا المنهج؟ يعني من امتى اداره النادي الاهلي، هل اداره النادي الاهلي ومدير الكره في النادي الاهلي في غيبوبه وانت الوحيد اللي فايق يعني اكتشفت هذا الاكتشاف الخطير؟ اولا مع احترامي هشام حنفي، هشام حنفي ما كانش لاعب الفز. هشام حنفي يمكن تالق بدايته مع من قطاع الناشئين في النادي الاهلي اول ما صعد الفريق الاول، تالق تقريبا كان في مباراه امام نادي الزمالك ومشي، وكان مميز بالتسديدات من خارج منطقه الجزاء من بره بيشوط بقوة يعني. لكن غير كده هشام حنفي ما كانش فيه، يعني مش شايفه في مجموعة من اللاعبين. أنا يعني كل واحد له وجهة نظر، أنا ليا وجهة نظر قد تختلف مع حضراتكم وقد تتفق مع بعض حضراتكم. أنا وعندي مشكلة في لعب ستايل اللعيبة، جرية اللعيبة، استلام اللعيب للكورة، حركة اللاعب، جسم اللاعب وهو بيتحرك. دي أنا يعني من اللعيبة اللي ما كانتش بتعجبني هشام حنفي، رغم إن هو يعني بقول لك هو الميزة الوحيدة في إنه بيسدد من بره. في لعيبه برضه زي النادي الاهلي زي مثلا علاء ابراهيم فرويد النادي الاهلي ما كنتش بحب ستايله جريته، لكن مين يختلف على واحد مثلا زي مؤخرا زي الكابتن وحسام غالي؟ جريته ومشيته تحس انه فنان بيعزف. وقيس على كده في مجموعه من اللاعبين كتير ما كانتش تعجبني يعني ادائهم ستايل، ومش قصه ستايل، ما هو الحركه مرتبطه بحركه الرجل مش قادر اوصفها يعني. لكن هشام ما كانش من اللعيبه يعني، انا واحد من الجمهور اللي شفته وعاشرت او عاصرت هشام حنفي، وكان من اسوأ يعني من اسوأ ما في هشام حنفي علاقته ب يعني صداقته بخالد الغندور، يعني من الحاجات اللي انا ما كنتش بحبها يعني، او ما حاجتش يعني ما كنتش بصدر. هما كانوا الاثنين علاقتهم جيده ببعض، خالد الغندور وهشام حنفي، فما كنتش انا بستلطف هشام حنفي مش بس عشان طريقه لعبه، لا عشان المهم يعني. اتكلم وقال لك هشام حنفي انه اللعيبه وبتاع، وكان النادي الاهلي يعني بيلم لعيبه من الشارع علشان يعملوا فتنه ويوقعوا وبتاع ومش عارف ايه. وقال لك ان هو يعني له تاريخ كبير مع النادي الاهلي على الرغم من لعبه مع الفريق الاول بس 6 سنين يعني. تاريخه كبير يعني التاريخ، امال لما انت تاريخك كبير حسام عاشور نعمل فيه ايه؟ المهم يعني انا مش هنا عشان اهاجم هشام حنفي، انا عايز اقول لهشام حنفي انت راجل دلوقتي موجود في قطاع الناشئين، مفروض تدي رسائل معينه للناشئ اللي طالع، مش تطلع تقول لهم ان انا كنت اللاعب الفز والناس عماله واللعيبه بتحاربني. لعيبه مين اللي بتحاربك؟ انت كنت بتلعب مع فطاحل، انت كنت بتلعب مع وليد صلاح الدين، هادي خشبه، كان موجود برضه رضا عبد العال، كان موجود مجموعه من اللاعبين يعني، ما مش اي كلام يعني. انت مع احترامنا جنب المجموعه الاسماء اللي انا قلتها هشام حنفي بالنسبه لهم لا شيء، جنب مجموعه الاسماء اللي انا قلت ذكرتها دي ما انت لا شيء. ابراهيم حسن طبعا كان موجود، حسام حسن لحقهم ايه يعني؟ لعبت 6 سنين وبعد كده رحت فين؟ رحت حرس الحدود، وبعدها حرس الحدود رحت الاتحاد السكندري يعني. فانت مش اللعيب الواو الاسطوره، انت لعبت او شغال دلوقتي في النادي الاهلي لانك ابن من ابناء النادي الاهلي، احد ناشئين النادي الاهلي. انما لو بصينا انت زيك زي اي لعيبه اللي موجودين في كل انديه مصر دلوقتي، اللي لعبوا وطلعوا ممكن لعبوا سنه او يمكن ما لعبوش وموجود في قطاع الناشئين، واللي لعب سنه في النادي الاهلي سنتين في النادي الاهلي وما كانش موجود يعني، في مجموعه كبيره. ما انت زيك زيهم يعني، مش عاوز اذكر اسماء يعني.
ده التصريح الاول اللي انا، هل التصريح ده غلط يا جماعه ولا انا اللي عندي حساسيه؟ يعني عندي حساسيه تجاه اي حاجه تخص النادي الاهلي. انا مأفور الموضوع، يعني الموضوع انا مكبر الموضوع، ولا الموضوع عادي يعني؟ ولا يعني احنا الجماهير بنزعل من تصريحات اللعيبه؟ احنا جماهير اللي لا بنقبض ولا بنصرف ولا بناخد ولا عشنا ولا فتحنا بيوتنا من النادي الاهلي او من، ومع ذلك اللعيبه بتطلع تتكلم بمنتهى الاريحيه وعادي جدا انه يتكلم وهو لا يزال بيشتغل في النادي الاهلي، على ما يبدو ان احنا عندنا قصه حساسيه من القصه. وبرضه طلع اتكلم عن محمد، عن تفاوضه مع مصطفى محمد وبينجم مصطفى محمد، ومصطفى محمد لاعب كبير وانا عرضت عليه انه ينتقل للنادي الاهلي لكن هو رفض علشان هو بيحب نادي الزمالك. ده تصريحات تيجي من واحد زملكاوي، تصريحات تيجي من، انما تصريح من واحد انا مش عارف ايه، في حاجه غير موفقين بالمره الجماعه الاهلاويه. برضو لو انا بأفور الموضوع حد يقول لي يعني يا جماعه عشان انا احسن مش عارف في ايه يعني. بالنسبه لحازم امام، طبعا لاعب نادي الزمالك السابق ابن الكابتن حماده امام، نظرا لظروف تفشي الكورونا الموجوده حاليا نشر صوره لطبيب يعني من الاطباء اللي بيعالجوا الناس في موضوع الكورونا والكلام ده، وقال لك ما اعرفش مين ولا فين بس كلنا معاك يا بطل. طبعا هي رساله دعم من حازم امام لكل الفريق الطبي او الجهاز الطبي او الاطباء اللي فعلا ربنا يكون في عونهم، هم الجنود المجهولين في هذه الفتره العصيبه اللي بيمر بها العالم كله يعني. فحازم امام بيقول الكلام اللي حاسس بيه معظم الناس، مش بس المصريين، لا العالم كله على مستوى العالم، لان الاطباء فعلا هم اللي بيقوموا بمجهود جبار وهم اللي متعرضين او زي ما بيقولوا دلوقتي على خط النار يعني، بالنسبة لعلاقتهم بالمريض وانتشار المرض وصفات المرض. ان شاء الله ربنا يكرم كده ويكون يقدروا يلاقوا علاج للفيروس ده في القريب العاجل ان شاء الله. بالنسبة لمرتضى منصور، مرتضى منصور كلام كتير انتشر على ان نادي الزمالك يعني بيفسخ عقد او عقود اللعيبة المحترفين على مستوى جميع اللعبات، يعني اتكلم مع اللعيبه وخلاص، نظرا لحاله التوقف النشاط الرياضي في مصر والدنيا واقفه ومفيش لا كوره ولا سله ولا باسكت ولا اي شيء خالص، هو قال لك هنفسخ تعاقداتنا، مفيش داعي ان احنا نتحمل فلوس بدون اي داعي ومفيش عائد او مفيش نتيجه يعني، فقرر ان يتم الاستغناء عن اللاعبين ويتم فسخ العقود ويدفع ليهم نصف الشرط الجزائي. طبعا الكلام ده بينطبق على جميع اللعبات في نادي الزمالك وجميع المراحل السنيه باستثناء كره القدم الفريق الاول. الفريق الاول لنادي الزمالك كره القدم، طبعا اللعيبه المحترفين هم وعودهم ساريه وكل حاجه يعني، انما قصه ان هو فسخ التعاقد وصرف شهر ده، وطبعا اللعيبه هيفضلوا موجودين هنا لان زي ما انتم عارفين طيران، مفيش طيران مفيش سفر، فموجودين لحد ما يتم فتح المجال الجوي تاني ويبدأ فيه طيران. الناس بتتكلم على ان القرار ده بيشمل كل اللعيبه المحترفين بما فيهم لعيبه الفريق الاول لكره قدم نادي الزمالك، لكن هذا الكلام غير صحيح بالمره. الكلام خاص باللعيبه المحترفين سواء في سله او في طايره او في جميع اللعبات ما عدا في كره القدم يعني. ده بالنسبه لمرتضى منصور. برضو بالنسبه للكلام عن عبد الرزاق سيسي اللي هو لاعب المعار نادي الاتحاد السكندري، كلام كتير هيرجع الزمالك مش هيرجع الزمالك، طب في عروض لرزاق سيسي خارج مصر، مرتضى منصور بيتكلم وقال لك ان هو بيدرس العروض الخاصه برزاق سيسي. برضه عاوز اعلق عن حاجه مهمه، الفيديو السابق او الفيديو اللي انا عملته امبارح الخاص بتاع مرتضى منصور اللي بيسخر منه النادي الاهلي وكلام محمد عنتر لما اتكلم وقال لك عدل القيعي كان قاعد معايا والكابتن الخطيب ما ردش عليه فتدخل الاسد مرتضى منصور، ده مسيء لمرتضى منصور يعني. ففي بعض التعليقات وطبعا اتحذفت لانه بني ادم مش محترم، علق تعليق سافل يعني انه مرتضى منصور اسد غصب عنك يا كذا يا كذا، اللي ادب ما فيش مشكله، متعودين على فئه معينه من يتبع هذا الجمهور، فئه معينه مش الكل طبعا، فئه معينه سافله وقليله الادب. لكن سؤالي بكل بساطه، اللي بيقول اسد ده وانت بتقول ان هو اسد وشايف ان هو اسد والكلام ده، اسد على مين؟ مش عايز اقول لك ولا عيد الكلام اللي هو قاله عن امك
لما قال انا امك فامك بتحبني، والله ما انا اللي بقول، والله مرتضى منصور قال مش مهم انت تحبني، الجماهير نزل مش مهم انت تحبني، كفايه امك تحبني. فعيب اختشي على دمك ان انت واحد بيقول لك امك بتحبني تقول عليه اسد. انت شكلك ايه؟ اقف في المرايه كده وبص لنفسك وقول ان واحد لما يقول انه بيحب امك ولا امك بتحبه يبقى انت شكلك ايه في القصه؟ وضعك ايه سيادتك؟ يعني انا برد بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام، ما بحبش اتطاول، لان اللي هيتطاول هياخد على دماغه بالجزمه. انا ما خلاص زهقت، عمال احترم في الناس واقول للناس نتكلم نقاش محترم، ناخد وندي مع الناس، ناخد وندي مع بعض، تعالى اقنعني يقنعك بالذوق بالعقل والمنطق، ونقول ان دي اسمها ترفيه، كرة قدم مش مستاهلة تعصب، مش مستاهلة قلة أدب، لكن تتطاول عليا وعلى أهلي هديك بالجزمة على دماغك. ما فيش كلام تاني بقى، كل إنسان له طاقة. أنا ليا طاقة معينة، اتحملت وعمال أقول مش عارف إيه وأتكلم بالراحة وبالذوق والأدب، ونقول افهموا، ونقول ما تبقوش عاملين زي القطيع، ما تبقوش عاملين زي البهايم، ما تبقوش عاملين زي الخرفان. واحد بيسوقك يوديك يمين ويوديك شمال، انت عايز تتساق انت حر، لكن لسانك ما يتطولش على واحد اندر او على اي حد. بلاش ان انا عشان ما كنتش كده بشكر، ما يتطول، خليك بني ادم محترم. وبعدين لما انت لسانك يطول يبقى انت فعلا تستاهل، انت وابوك وامك، الكلام اللي مرتضى منصور بيقول عليك، لان انت ما ابوك وامك ما عرفوش يربوك اساسا، ان انت مش متربي علشان تتكلم باسلوب مش محترم. واسف ان انا خدت بعض دقائق من الفيديو للرد على مثل هذه الحيوانات. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.